النسخة الجديدة من MGRX8 بموديل 2022. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن مواصفاتها بشكل سريع. بالنسبة للواجهة الأمامية، فطاغي اللون الأسود بشكل كامل على الواجهة الأمامية بشكل جميل ومميز. طبعا تعتبر أول سيارة مميزة بين السيارات الصينية بنسخة بلاك إديشن. الشبكة الأمامية بشكل كامل باللون الأسود. بالنسبة للإضاءات فكلها LED، بالنسبة للعالة والواطي كلها LED. حساسات أمامية وكاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية تعطينا رؤية 360 درجة. أما بالنسبة للجزء الجانبي فجنوط مقاس 20 إنش. الدعاسات الجانبية في نسخة بلاك إديشن التحكم فيه كهربائي، ولا ننسى عوارض بالسقف وسلة بالسقف، سقف بانوراما. كل هذه المواصفات موجودة على نسخة بلاك إديشن. طبعا طريقة طي المراية الجانبية طريقة غير تقليدية، طريقة مميزة. لا ننسى فيها إضافة إشارة الانعطاف، بالإضافة للكاميرا الجانبية اللي تعطينا رؤية 360 درجة، خاصة الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالعامية بالبصمة. وهذا الجزء الخلفي. طبعا الشنطة الخلفية التحكم أو فتحها عن طريق الريموت يعني كهربائية. جناح خلفي أكيد حساسات خلفية. المحرك 4 أسطوانات دفع رباعي 2000 cc. الأحصنة فيها 220 حصان، والعزم 360 نيوتن. كأرقام على سيارة SUV تعتبر مناسبة جدا. طبعا أكيد مدعم بشاحن توربيني أو بالتيربو. كلية البنزين مشيك في MGRX8 11.1. التقييم ممتاز جيد. بنزين 95 دفع رباعي 2022. هذا الجزء الداخلي ما شاء الله اللون الأسود بشكل كامل بشكل رهيب على في السيارة بطابع مميز عن باقي السيارات الصينية بشكل عام. طبعا مع إضافة الكروم في الجزء الداخلي. أما بالنسبة للجزء الخارجي في الكروم غير واضح، أو الكروم باللون الأسود. طبعا جير اف 1 اكيد هذا الجزء كله كروم. شاشه اكيد جير اوتوماتيك، وضعيات القياده بريك الكتروني، التكييف طبعا التحكم فيه مستقل بالخلف. هذا الجزء طبعا تكيف الوسط. كل هذه المواصفات مراتب طبعا دائما بالاضافه للتطريز اللي باللون الابيض. والسعر غير الشامل الضريبة 117,400. هذه النسخة العادية من MGRX. عطونا رأيكم وش الأفضل؟